في التليفون ده برضو. قول الو كده. الو الو محمد ابو سويلم. حبيب قلبي كابتن مبارك. كابتن محمد حسب النبي احسن لاعب ارتكاز بالبطوله واحد نجوم البطوله. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا فندم. الف مليون مبروك، ونتمنى يعني انت تكون معانا، بس ان شاء الله يكون معانا بعد كده ان شاء الله باذن الله يا رب. قول لي عن الصعاب يا محمد، وقول لي يعني كلمني عن الصعاب، واكتر حاجه مرت عليكم كنت حاسين ان هي يعني صعبه عليكم او صعب ان انتوا تحققوا اللقب. والله احنا كانت مرانا بظروف يعني شهر تدريب مع فتره البطوله يعني، وجت موضوع كورونا لخبط برضه معانا زمايلنا وسافرنا ناقصين، والحمد لله برضه رحنا، والحمد لله كان عندنا تحدي وعزيمه ان احنا ناخد البطوله. طب قول لي يا محمد، يعني بعد نجاحك ويعني وادائك الرائع في البطوله وحصولكم عليها وتشريف مصر، يعني تحب تقول لكل واحد شايف الاعاقه عنده ان هي بتعوقه عن شيء، يعني تقول لكل واحد ايه يعني ازاي يستغل اعاقته ان هي تبقى تخليه دايما قدام، تقول لكل اخواتنا ايه في مصر؟ اقول لكل اخواتنا وكل اصحابنا وكل زبايننا الاعاقه دي مش اعاقه، يعني انا بعتبرها مش اعاقه، دي التحدي واراده وعزيمه. يعني يمكن يا محمد الاعاقه مش في الجسد يا محمد، الاعاقه دايما بالظبط. الحمد لله الاعاقه دي مش في الجسد، الاعاقه دي مش في الجسد، يعني دايما اعاقه الجسد بتبقى مش ما تعطلش اي بني ادم، ولكن الاعاقه هي في الفكر، هي في القلب، هي في الروح، ولكن الاعاقه في الجسد دي اخر حاجه نتكلم فيها. يعني يمكن اكبر دليل الكاس اللي احنا شايفينه معانا في الاستوديو. طب قول لي يا محمد، احكي لي على موقف طريف حصل هناك. ايه؟ احكي لي على موقف كوميدي حصل بينكم من بعض هناك. التيشيرت. لا والله كلنا التيشيرت بتاع كابتن مبارك. احكيها لي يا محمد، احكيها لي. والله كان بعد لعبنا ماتش في تيشيرت كده بتاع اللاعب مخلينه بره، فكل واحد التيشيرتات اتبدلت بينه وبين بعض. فكابتن فرج جاي عندي الغرفه بيقول لي التيشيرت بتاعي في التيشيرت بتاعك فيه برفان. قلت له يا كابتن فرج انا ما بحطش برفان. على فكره من اللعيبه جدا 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 بشكره انا شخصيا كزميل لي، بشكره على المستوى الهائل اللي اداه في البطوله ده، وان شاء الله يبقى ليه مستقبل، وبنتمنى بجد بجد يبقى في احترافيه للعيبه المصريين، يبقى في تسويق ليهم بره، لان احنا عندنا خامات رهيبه، احنا في مصر حوالي 15 مليون معاق، عندنا خامات رهيبه جدا جدا، بس عاوزين رعايه وعاوزين اهتمام. طبعا احنا بنشكر سياده الرئيس على اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصه، بنشكر الناس اللي في ناس فعلا في مصر وفي العالم العربي والافريقي مهتمه بذوي الاحتياجات الخاصه. بس انا كنت اتمنى برضو، لان في ناس بتسالني السؤال ده، انا موظف في شركه كهرباء، فبيسالوني هو انت بتلعب على بورد واطي ولا حالي، فانا كنت بتمنى يعني بتمنى في ماتشات الاهلي او الزمالك او الانديه الكبيره اللي في مصر لما يكون في ماتشات مهمه، ليه احنا ما نعملش عرض ماتش استعراضي زي شو الناس تشوف كره السله وتعرف عليها، ونبتدي فعلا ممكن نستنقى يعني يجي لعيبه افضل مننا احنا يلعبوا كل عايز الفكره نفسها، عايز عرض الفكره. يبقى الناس موجوده، نظهر الباسكت، لان احنا فعلا احنا علينا، وعايز اقول لك ان احنا هنتبنى الفكره دي في البرنامج. احنا علينا، انا عاوز اقول ان احنا علينا في اديس ابابا، احنا ما كناش قابلنا منتخب اديس ابابا قبل كده ولا منتخب الكونغو، واول ماتش قابلناه فعلا اديس ابابا، واحنا كنا بنلعب بروح بعيد عن اي حاجه، معلش قول على السكور بعد اذنك. لا خليني بس الاول اشكر محمد، عشان محمد على التليفون. محمد حسب النبي بشكرك، شكرا جزيلا حبيبي يا حبيبي، نورتني، وان شاء الله اعمل حسابك بقى قبل كاس العالم، هتنورنا يا محمد حبيبي يا كابتن. انا بشكرك وبشكر الكباتن اللي معاك، وبشكر قناه النادي الاهلي، وبشكر كابتن محمود الخطيب. حبيبي انت منورتنا وشرفتنا يا محمد، كل التوفيق ليك يا حبيبي باذن الله. شكرا محمد حسب النبي، افضل لاعب ارتكاز لكره السله على الكراسي المتحركه، بشكرك شكرا جزيلا. كنت عايز تقول بقى حاجه؟ انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه، السكور معلش. احنا انا ومجدي كنا نايمين، احنا